بثلاث إطلالات الملكة رانيا تخطف الأنظار في حفل تتويج الملك تشارلز. ما في مرة بيطل فيها الرويال كابل ملك الأردن عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلا وبيكون ظهورهم حديث الكل. وامبارح فيديوهاتهم من مراسم حفل تتويج الملك تشارلز ملأت السوشيال ميديا، فكيف فينا ما نعيد هالفيديو مرة واثنين وثلاثة لما وصلوا على حفل العشاء اللي سبق التتويج، وواضح الحب الكبير اللي بينهم، ومسكة اليد كمان شفناها وهم متوجهين يوم أمس لحضور حفل التتويج. ومثل العادة خطفت الملكة رانيا الأنظار بإطلالاتها الأنيقة والجذابة، فهي تألقت بثري أوتفيتس بهاليومين. فخلال حفل التتويج لبست يلو باستيل دراس من علامة تمارا رالف مع ماتشينغ هات، واختارت تنسق هاللوك مع وايت كلاتش من علامة بوتيغا فانيتا وجيمي تشو هيلز. أما الشعر فكان سيمبل والميكاب خفيف، مركز على الألوان الترابية يلي بتناسب لون بشرتها وبيبرز جمالها الساحر. وباليوم السابق للتتويج وبالعشاء للضيوف الأجانب بقصر باكنغهام، اعتمدت فستان سيمبل بني من علامة سكياباريلي، ولتكمل هالإطلالة نسقت معه جولد بامبس وكلتش ذهبي من ديور، وكمان المكياج كان ناعم وتسريحة الشعر ناعمة على طريقة الهاف هير أب ديو. ولأنه الملكة رانيا شخصية محبوبة جداً من الصحافة العالمية، فتم استضافتها من قبل قناة بي بي سي وآي تي في نيوز، وتحدثت عن حفل التتويج وعن تقديرها للملك تشارلز وعن أهمية منصب ودور قرينة الملكة كاميلا حالياً، وأعطتها نصائح من خبرتها كملكة من سنين طويلة. Real advocate inside the Buckingham Palace, and I think so. And she's spent so much time building her relationship with the British public. ولهالمقابلة هي اختارت تطل ببلو سوت بتتدرج بألوان الأزرق المختلفة، ولبست مع هالسوت وايت هيلز. أما الشعر فكان اللوس هير أبديو والميك أب سيمبل.